مساء النور مشاهدي قناة سي تي في، واهلا بكم في حلقة جديدة في برنامجكم في النور. النهاردة عندنا العديد من القضايا والمواضيع المهمة واللي هتهمك بشكل يعني مفصل جدا، لان احنا في مواضيع زي ما انت شفتوا كده النهاردة اخبار كتير جدا هنناقشها. والنهاردة يعني قبل ما نحلل لكم كده الاخبار وقبل ما نبتدي، خلوني بس كده في البداية ارحب بزميلتي يوسينا. ازيك يا يوسينا؟ ازيك يا مايكل، عامل ايه؟ تمام الحمد لله. مساء الخير عليكم مشاهدينا الكرام، حلقه جديده النهارده الاثنين منتصف حلقات الاسبوع، وزي ما مايكل قال عندنا مواضيع مختلفه. حابين في البدايه نتناقش مع حضراتكم كده في مشهد كلنا اكيد توقفنا عنده، الموناليزا، لوحه شهيره عمرها اكتر من 500 سنه وطول الوقت عارفين ان هي موجوده في متحف اللوفر في فرنسا، وكل الناس من اهم المعالم اللي بيزوروها في فرنسا متحف اللوفر علشان يشوفوا لوحه الموناليزا. النهارده يوم طبيعي، المتحف مفتوح بيستقبل الزوار والسياح من كل مكان علشان يتفرجوا على اللوحه اللي كمان معروفه بفكره ان لو انت بصيت لها من اي زاويه هتلاقيها بتبص لك. فالناس راحت تزور، بيتفاجئوا فجاه ان في شخص او شخصيه شكلها غريب بيعمل ايه، بيرمي كيكه او كعكه على اللوحة بتاعة الموناليزا، اللوحة اللي بقول لحضراتكم عمرها أكتر من 500 سنة وقيمتها بتوصل يعني وفقا لتقديرات يعني المتخصصين من 2.5 ل 5.5 مليار دولار. فاحنا بنتكلم يعني في ثروة كبيرة جدا موجودة بتتعرض، ولكن علشان احنا عارفين ان هي حاجة قيمة جدا كان قدامها إزاز، فده اللي حمى اللوحة. لكن تركيبة الشخص يا مايكل كانت غريبة. ده يعني شخص اصلا كان لابس ملابس غريبه، والشخص يعني على حسب الوصف يعني كان متخيل كده ان هو ممكن ما يكونش هيتعرف يعني او هيتمسك زي ما بقول يعني، لكن هم طبعا قدروا ان هم يمسكوه قبل ما يعمل اي حاجه في اللوحه. والحقيقه يعني لما نيجي نبص الاخبار زي كده، فهو في بعض الاشخاص كتير جدا على فكره يعني في التاريخ حاولوا يعملوا حاجات شبه كده. يمكن يعني كان اشهرهم في سنه 95 لما واحد حب ان هو برضو يعني كان متخيل ان هو يقدر يسرق بنك يعني، وراح رش كده على وشه عصير ليمون ومتخيل بذلك يعني ان عصير ليمون ممكن يكون بيخفي وشه كما الحبر السري، ودخل البنك بمنتهى الثقه وكان متخيل يعني ان هو الكاميرات مش هتصوره، لكن اكتشف في الاخر ان هو اتصور واتقبض عليه وكده. وعرف بعد كده يعني الموضوع ده بحاجه اسمها دانينج افكت يعني، او نظريه اللي هو الوهم اللي بيخليني ابقى شايف اني ممكن اعمل حاجه واوهم نفسي ان انا عارف معلومات كتير جدا وعارف ان انا ازاي اخدع اللي حواليا واقدر اوصل لحاجه زي الموناليزا وفي الاخر اتمسك يعني. فهو صراحه حاجات غريبه جدا ممكن نلاقيها زي كده كتير يعني، وفي الاخر يعني كل الحاجات او كل الناس اللي بتحاول تعمل حاجه زي كده غالبا يا ما بتكملش وبتتمسك على طول. هو ده اللي حصل فعلا، ولكن اللافت كمان في الموضوع ان هو كان بيقول ان هدفه يوصل رساله، الرساله اللي كان بيوصلها من الفعل اللي هو عمله ده ان هو بيدعو الكل السياح الموجودين وكل طبعا الناس اللي هتشوف الحادثه فيما بعد ان هم يهتموا بكوكب الارض. دي كانت الرساله اللي عايز يقدمها. لكن تعتقد هل دي الطريقه المناسبه ان احنا نطرح بيها رساله وكمان نخلي الناس يتشجعوا ليها؟ هي رساله غريبه جدا يعني ان انا عشان احافظ يعني او اخلي الناس تحافظ على كوكب الارض، فان انا احاول ان يعني اطمس تراث او ان انا يعني اغير في تراث كبير زي كده زي لوحه الموناليزا يعني. واكيد في مليون طريقه ممكن نكون بنتكلم بيها وممكن نكون بنعبر بيها عن راينا من غير ما نلجا يعني لاستخدام مثل هذه الوسائل. فصراحه يعني طريقه غريبه جدا وخبر غريب جدا، وعشان كده العالم كله وقف عند الخبر ده النهارده. صحيح، وزي ما حضراتكم كده شايفين معانا على الشاشه دي المشاهد اللي حصلت النهارده في المتحف، وهو شكله كان لابس باروكه متنكر في زي امراه وتصرف يعني تسرب كده ما بين الزوار في المكان، وقام عمل الفعل اللي عمل بيه ده ان هو رمى الكيكه على لوحه الموناليزا. لكن طبعا زي ما احنا قلنا كان في ازاز قدام اللوحه، بصوا حضراتكم شايفين الابيض ده هو اثار الكيكه اللي اترمت على اللوحه، وهنا كانوا بيحاولوا ان هم يزيلوا كل الاثار الخاصه بالكيكه. طبعا وقعه غريبه جدا، وزي ما قلنا لو حد عايز يوصل رساله فاعتقد ان الطريقه دي هي هتسبب نفور من الرساله مش تشجيع عليها، وان الناس تحب ان هي تطبقها فيما بعد. كان موضوع مهم ان احنا نفتحه مع حضراتكم في بدايه الحلقه. في كمان لفته جميله قوي عايزين نشير ليها حصلت النهارده، وهي فكره ان في صندوق مخصص لمتحدي الاعاقه او لذوي الاعاقه، ولكن النهارده مجلس الشيوخ قرر ان يتم تغيير اسم الصندوق ده لقادرون باختلاف. قادرون باختلاف احنا عارفين ان هي اسم الاحتفاليه المخصصه اللي بتقيمها الدوله كل سنه احتفالا بكل متحدي الاعاقه. فحضراتكم شايفين ازاي موقف الدوله ان هي كمان تاخد خطوه مهمه ان هي تغير
اسم الصندوق في حد ذاته وتخليه قادرون باختلاف. هل ده يعني يرسخ لنظرة مختلفة لكل متحدي الإعاقة، ولا شايفين الخطوة دي ازاي؟ ده هيكون سؤال حلقتنا، اكتبوا لنا في التعليقات وهنقراها مع حضرتكم. رأيك ايه يا مايكل؟ بصراحة يعني لما نيجي نشوف برضو كل الناس يعني او اختلاف الاسم ده على مدار العصور، يعني فده المفروض ان هو يكون بيعبر عن توعية او بيعبر عن ازاي احنا بنكون بنتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة. يعني في البداية خالص قبل ما كان يبقى فيه زي اسم معين احنا بنتكلم بيه عليهم او بنقوله يعني جوه سجلات الدولة، كان الناس ممكن تقول عليهم اسماء كتير قوي وكانت كلها مش لذيذة. يعني في كان في بعض الافكار كلها بتتبنى فكرة اللي هو المعاقين واللي ما عندهمش يعني كامل سلامة عقلية او whatever، وكان في كلام كتير بيتقال. وبعد كده كل شويه ابتدينا نقول طب احنا عايزين نقول ذوي الاحتياجات الخاصه. والفكره الاخيره بقى بتاعت فكره قادرون باختلاف فيها شويه تاكيد على انا ممكن اعمل ايه رغم ان انا ممكن يكون عندي اي ديسابيليتي او اعاقه. يعني انا ممكن يكون عندي اعاقه فعلا بس انا قادر ان اعمل حاجه. فالاسم في حد ذاته هو اسم تمكيني، اسم بيخليني كده حاسس ان انا رغم ان ممكن يكون عندي حاجه مش موجوده عند باقي الناس، تمام، او باقي الناس تتمتعوا باشياء ممكن ما تكونش يعني عندي بشكل كويس، الا اني قادر اعمل حاجه باختلافي ده. هو ده متهيالي هدف المبادره، ان هو يكون مش بس رسالة للمجتمع الناس دي ممكن تعمل حاجة، هو رسالة نفسها للناس دي ان انتم ممكن باختلافكم ده تكونوا بتوصلوا لمناصب عالية جدا مختلفة حتى عن الناس اللي ما عندهمش اي حاجة. طبعا خطوة مهمة عايزين نعرف رأي حضراتكم فيها. خلينا كمان في بداية حلقتنا نحتفي بشخصية مصرية، شابة مصرية جميلة إنجازاتها الحقيقة متتالية وكتيرة جدا. كنا من فترة قريبة من شهور يعني استضفناها عبر تطبيق زوم واتكلمنا معها على إنجازها، هي مريم طحون، أصغر مغنية أوبرا في أوبرا فيينا. مريم إنجازاتها ما بتقفش، مريم كل يوم بتشتغل على نفسها علشان تحقق إنجاز جديد. أحدث إنجازاتها النهاردة هي فوزها في مسابقة للغنى على مستوى فيينا كلها، مسابقة اسمها بريما لا موزيكا. مريم معانا دلوقتي على التليفون علشان نعرف إزاي قدرت إن هي تحقق الإنجاز الجديد ده. مرحب بيك يا مريم. مساء الخير. مساء النور عليكي وألف مبروك الإنجاز الجديد. الله يبارك حضرتك. كلمينا مريم كده اكتر عن المسابقه دي، وكلمينا اكتر عن الثلاث ايام اللي كانت المسابقه دي شغاله فيها، وحالتك النفسيه وانت يعني داخله مسابقه مع 100 فتاه تانية، وازاي قدرتي تتغلبي يعني على كل الخوف اللي ممكن يكون كان جواكي. يعني الايام اللي فاتت كانت المسابقه بتصفي على النمسا كلها، كانت بتصفي على النمسا كلها، وانا كنت في فبراير اتاهلت من فيينا، كانت في مسابقه اولانيه خلف فيينا وكانت في كل محافظه نمساويه، وكانوا بياخدوا احسن شباب وبيأهلون بقى على مسابقه بتاعت الدوله كلها. فزي ما انا قلت كان اول مسابقه في فبراير في اخر في فيينا، والحمد لله خدت المركز الاول واتأهلت للمسابقه دي. وامبارح كانت تصفيه النمسا كلها ونميت، عجبت الجيري جدا جدا، وحتى ادوني كمان فرصه ان انا اغني مره ثانيه عشان كان صوتي عجبهم جدا وهم كانوا عايزين يسمعوني مره ثانيه. مريم احنا عارفين ان اتفضلي. انا بقالي بجهز تقريبا من نوفمبر طبعا عشان المسابقتين، فلازم اجهز نفس البروجرام مرتين، بس الحمد لله يعني جبت المركز الاول تاني. يعني ألف مبروك مرة تاني. وإحنا عارفين كمان إن ردود أفعال اللجنة كانت مختلفة، وإن أنت كنت من يعني أواخر المتسابقين اللي كانت اللجنة شافتهم، فانقلي لنا كمان ردود أفعال اللجنة. أنا كنت آخر واحدة اللي غنت، فاللجنة كانت خلاص بقى لها ثلاث أيام بتسمع في أطفال وشباب بيغنوا. فبصراحة أنا لما دخلت على اللجنة أول حاجة قالوها لي إن هما كانوا فعلا اتفاجئوا جدا. يعني حتى وانا بغني انا بحسهم ان هم في الاول كتبوا، هم دايما بيكتبوا مثلا الاخطاء اللي المغني بيعملها. انا يعني انا الحمد لله ما قالوليش ولا خطا، يعني فعلا قالوا لي انت احنا شايفين قدامنا مغنيه قدره، احنا استمتعنا جدا بالغنى بتاعك، انت فعلا بتقدري تعبري عن الكلام جميل جدا، انت فعلا بتغني باسلوب اكبر عن سنك، وفعلا كانوا حابيني جدا وشايفين يعني ان شاء الله في المستقبل مغنيه اوبرا كبيره. طبعا بنتمنى ليكي مزيد من الانجازات يا مريم. وعايزين نعرف طيب انت دلوقتي مسابقه، كل مسابقه بتدخليها تقريبا بتفوزي فيها وبتشرفي مصر وبتشرفي طبعا كل اسرتك وكل عيلتك، فاحنا عايزين نعرف بتخططي لايه الفتره الجايه او بتطمحي لايه؟
انا ان شاء الله المفروض تتعمل كمان كل سنتين، فانا ان شاء الله التجمعات هتبقى شارك فيها تاني، وكان في كمان مسابقه تانية ان شاء الله بشارك فيها. بس انا لحد ما تبقى انا بغنيش بس عشان اكسب مسابقات، انا بغني عشان حاجه انا بحب اعملها. فان انا بدخل مسابقات انا بكسبها دي كده بس حاجه اضافيه، بس انا حابه ان انا بعمله، وانا ان شاء الله هكمل في الطريق ده. وحابه كمان انا افرح الناس، يعني لما اسمع ان حد فرح فعلا من الغنى بتاعي، او لما انا كنت بغني فعلا كنت شايفه الناس مستمتعه باللي انا بقوله، فدي حاجه بتفرحنا انا، ودي حاجه طبعا دعم مصر كله اللي مشجعني ان انا دايما اكمل، ان انا ان شاء الله دايما اخد مراكز اولانيه. مريم يعني عايزه اقول لك فعلا مصر كلها بتدعمك وكلنا سعداء بيكي انك بترفعي اسم مصر ودايما بتحققي انجازات جديده في مجال كمان مش سهل، خلينا نقول مجال الاوبرا. بنشكرك على مداخلتك معانا مريم طحون الفنانه الاوبراليه في فيينا اللي قدرت تحقق انجاز جديد لانجازاتها. من الاخبار دي مشاهدينا خلينا نروح لاخبار السياسيه المهمه اللي حصلت النهارده. النهاردة زيارة مهمة جدا لرئيس دولة بولندا لمصر. خلينا نقول لحضراتكم على الرغم أن العلاقات ما بين الدولتين بقالها سنين كتيرة، لكن دي بتعتبر أول زيارة لرئيس دولة لمصر. كمان كانت النهاردة الزيارة بتحمل يعني رسائل مهمة وبتحمل محاور مهمة تم التحدث فيها، ولكن قبل ما نعرف تفاصيلها خلينا نقول كمان أن بولندا موقعها مهم جدا. بولندا تعتبر في ظل الأزمة حاليا الروسية الأوكرانية هي من الدول اللي كان بيتجه ليها اللاجئين المجاورة لدولة أوكرانيا، فبالتالي أن هي كمان تكون بتشارك في المشهد السياسي حاليا وأن رئيسها يجي لمصر في توقيت زي ده، فبكل تأكيد كل الكلام ده ليه انعكاسات مهمة جدا. خلينا نقول لحضراتكم ان خلال اللقاء النهارده ما بين الرئيس السيسي وما بين رئيس دوله بولندا اتكلموا على اهميه زياده الاستثمار ما بين الدولتين والتجاره ما بين كمان الدولتين، وان يكون في المستقبل يعني تعاون في مجالات مختلفه زي الطاقه المتجدده وكمان تحليه المياه والخدمات السياحيه. وبكلامنا على السياحه، كانت الطيران المباشر من بولندا لمصر متوقف بقاله سنتين، تم الإعلان أن هيستأنف مرة تاني الطيران المباشر من بولندا لمصر. خبر ده ليه مهم؟ بولندا بتعتبر خامس دولة من أكتر الدول المصدرة للسياح لمصر، ففكرة أن هي الطيران يرجع مرة تاني ده طبعا معناه أن الزيادة هتزيد السياحة عفوا هتزيد مرة تاني، وأن احنا طبعا بنستهدف التنوع في السياح اللي بيجوا مصر في ظل أن احنا تأثرنا طبعا بأزمة روسيا وأوكرانيا. فالنهاردة اللقاء كان مهم، واتكلم كمان على محاربة الإرهاب ومحاربة الهجرة غير الشرعية ودور مصر في محاربة يعني الموضوعين دول. كمان اتكلموا على كوب 27، بولندا كانت بتستضيف القمة دي لثلاث مرات، فأكيد عندها خبرة، مصر عايزة تستفيد من خبرة بولندا في هذا الموضوع، فكان لقاء مهم جدا يا مايكل النهاردة. بالظبط، يعني زي ما انت أشرت كده هو اللقاء فيه العديد من المواضيع، يعني واللي على فكرة برضو ابتدت بفكرة سد النهضة. يعني احنا اتكلمنا على سد النهضة في بداية اصلا اللقاء الثنائي ما بين الرئيس السيسي واندريا دودا الرئيس البولندي، ففكرة اصلا انت طرحت العديد من المواضيع اللي هي تهم البلدين، سواء كان سد النهضة، سواء كان برضو على فكرة القضية الفلسطينية والرجوع لحدود 67 اللي كانت المفروض ان هي تكون مطروحة، يعني ان تكون العاصمة بتاعت فلسطين هي القدس، ومرورا بقى بالازمة الروسية الاوكرانية، مرورا بالاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان اللي بتبتدي مصر دلوقتي إن هي تنفذها، مرورا بكل الأشياء ديت، فمصر الصراحة وبولندا ابتدوا إن هم يفتحوا ملفات ما كانوش بيتكلموا فيها في الطبيعة قبل كده. وكمان زي ما أنت أشرتي في وسط أصلا وقت صعب جدا، لأن أنت في وقت ده لو إحنا بنقرأ يعني الأخبار زي ما إحنا بنشوفها دلوقتي، أنا كرئيس دولة زي بولندا أنا طبعا شايف إن أنا عندي مشاكل كتير ممكن تكون من اللاجئين اللي موجودين، عندي شوية مشاكل ليها علاقة بالاقتصاد نتيجة تغيير أسعار العملات ونتيجة المشاكل الاقتصادية الموجودة في المنطقة وكل الكلام ده، فانا اني اسيبه وابتدي اروح لقصر الاتحاديه واقابل الرئيس المصري، فدي طبعا يعني خطوه كبيره جدا نفهم منها ان في الفتره الجايه اكيد هيكون في تعاونات مشتركه، لقاءات مشتركه، ويمكن هيكون على مهم زي ما اشرت كده بالظبط فكره كوب 27، ان احنا هنكون ممكن نستخدم او نشوف الخبره البولنديه اللي طبقوها قبل كده في الملف المناخي لمده ثلاث مرات على في استضافته قبل كده لهذا القمه المناخيه،
ونحاول ان احنا نستفيد منهم. احنا معانا برضو على التليفون دكتور عادل السعداوي عضو مجلس المصري للشؤون الخارجيه علشان يجاوبنا اكتر او يفهمنا اكتر عن المحاور اللي تناولها هذا اللقاء. دكتور عادلي ازاي حضرتك؟ برحب بيك يا دكتور معانا. دكتور عادلي عايزين نعرف ايه هي مذكرات التفاهم المشتركه اللي ممكن تكون موجوده النهارده بين مصر وبولندا؟ هو اول اللي بيحصل النهارده في ظل عالم بيتشكل من جديد وبيتغير، الكل بيسعى لتحقيق اهدافه والكل بيسعى لتحقيق لكسب التأييد. بولندا طبعا بتسعى لمصر لكسب التأييد فيما يتعلق بقضيتهم، قضيه الاتحاد الاوروبي مع في الحرب الروسيه الاوكرانيه. تمام. طبعا بولندا تستفيد من مصر فيما يتعلق باللاجئين، مصر تستضيف 6 مليون لاجئ بيعيشوا على ارضها. بولندا النهارده بتعاني من عدد كبير من اللاجئين، يعني بيتعدوا على يعني بيدخلوا بلادها اتيين من الازمه الاوكرانيه. هناك طبعا تعاون مشترك في موضوعات مختلفه على راسها موضوعات صناعيه في منطقه قناه السويس، يعني في تعاون في المجال العسكري، في خبرات بتنقل في مجال موضوع تغير المناخ باعتبار ان اوكرانيا استضافت الملتقى ده 3 مرات. طبعا احنا في كل لقاء سياده الرئيس والسياسه المصريه فورا بتقدم قضيتنا اللي هي قضيه سد النهضه. دائما السياسه المصريه وسياده الرئيس في كل لقاء يعلي موضوع سد النهضه ويقدم القضيه المصريه وماذا قدمت مصر من مجهودات وماذا سعت مصر لتعاون مشترك ولآليات للتعاون والمساندة والعمل الجماعي بين مصر والسودان وإثيوبيا. وإن مصر يعني انتظرت كثيرا للوصول إلى حل في إطار تقاسم المنافع وفي إطار الأمن الجماعي وفي إطار الحفاظ على الاستقرار في منطقة الشرق الأفريقي، وما زالت إثيوبيا يعني تهرب من إنها توقع اتفاق قانوني ملزم يحقق طموحات الشعب الاثيوبي فيما يتعلق بالتنميه ويضمن للشعب المصري حقوقه في الحياه واستمرار الحياه على ارض مصر من خلال سريان مياه النيل بالحقوق المكتسبه التاريخيه الطويله للشعب المصري. كل هذه قضايا بيعليها سياده الرئيس وبيقدمها سياده الرئيس دايما في كل لقاء، خاصة نحن في عالم الآن كل يسعى إلى تحقيق أهدافه والسعي لإيجاد مساندين ومؤيدين ليه، وإحنا بننتظر كتير من المجتمع الدولي ومصر محل ومحط أنظار المجتمع الدولي كله الآن، لأن مصر تقع في مفصل هام من مفاصل العالم كله ولها دورها التاريخي ودورها الريادي في المنطقة سواء على المستوى الأفريقي أو على مستوى الجوار العربي، وبالتالي ستجد كثير من الزيارات في الفترة السابقة والحالية والمقبلة من أجل يعني سعي الجميع في عالم بيتشكل مرة أخرى، سعيا لأن تكون مصر ضمن الفريق ده أو ده، لكن مصر دائما تسعى إلى مصلحتها وتسعى إلى الحلول السلمية والاستقرار العالمي والتنمية للجميع. طيب دكتور، احنا بنتكلم على النهارده محاوله لزياده التعاون ما بين مصر وبولندا تحديدا كمان في مجال الاستثمار، وكمان خلينا نقول ان بولندا يعني عضوه في تجمع فيشجراد، فحضرتك شايف ازاي موقف ان مصر تسعى لتعزيز الاستثمار ما بين الدولتين؟ مصر تسعى لتعزيز الاستثمار ما بين دوله بولندا وما بين مصر. طبعا انت في عالم النهارده اهم حاجه فيه الاستثمار، واحنا في اشد الحاجه للاستثمار المباشر في توطين صناعات سواء كانت صناعات مدنيه او صناعات عسكريه. وبولندا عندها تاريخ طويل في هذه الصناعات، بالتالي منحهم حوافز او منحهم منطقه في منطقه قناه السويس لاقامه صناعات سواء كانت صناعات مدنيه او صناعات عسكريه، والاستثمار المباشر لإقامة مثل هذه الصناعات وخلق فرص عمل للشباب المصري وزيادة خبرات الشباب المصريين ده شيء طبعا بنسعى ليه دائما مع كل الشركاء الدوليين، ليس مع بولندا فقط وإنما مع كل الشركاء الدوليين. سيادة الرئيس والدولة المصرية بتسعى لجذب مزيد من الاستثمار المباشر وتقديم الحوافز
والمساندات الجادة للمستثمرين الأجانب سواء كانوا شركات أو رجال أعمال في الصناعات المصرية وفي المناطق الصناعية المصرية المختلفة. طيب، وفيما يخص يا دكتور كمان نقطة أن يتم كمان التعاون في تصنيع المركبات اللي هتشتغل بالغاز، في ظل أن بولندا كانت استضافت القمة الخاصة بالمناخ، فبالتالي عندها خبرة في الموضوع ده، وأن هي كمان تساعد مصر في صناعة العربيات اللي بتشتغل بالغاز الطبيعي. طبعا احنا انت النهارده العالم كله بيتحول للصناعات اللي بتحافظ على البيئه كمدخل ل يعني مواجهه التغير المناخي صحيح. والتحول الى الاخضر سواء كان في الانشطه الصناعيه المختلفه او على راسها طبعا صناعه السيارات التي تستخدم الغاز او التي تدار تماما بالكهرباء. وبالتالي احنا برضو مصرين على ان في الكوب 29 في شرم الشيخ في نوفمبر القادم تكون كل وسائل الاتصال ووسائل المواصلات اللي موجوده في شرم الشيخ تكون كلها صديقه للبيئه ولا تضار بالبنزين والغاز وغيره. وبالتالي الصناعات التقدم الصناعي القادم قادم في مجال صناعات السيارات الكهربائيه واحنا بنسعى لايجاد يعني شركاء سواء كانوا شركاء صينيين او بولنديين او غيرهم، بنسعى لجلب التكنولوجيا اللي تساعد على يعني توطين هذه الصناعه في مصر. احنا بنشكرك شكرا جزيلا دكتور عدلي السعداوي عضو المجلس المصري لشؤون الخارجيه. وبكده مشاهدينا نكون استعرضنا مع حضراتكم اهم مدار النهارده في زياره الرئيس البولندي الى مصر والاتفاقيات اللي وقع عليها الدولتين للتعاون في مختلف المجالات. النهارده برضو رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي قرر ان هو ينشئ لجنه عليا لدعم سياسه المنافسه والحياد التنافسي. هدف الخبر ده ايه او هدف الفقره دي ايه؟ كان في مجموعه من الشركات او كان في يعني المجموعه من الشركات الاستثماريه يعني او القطاع الخاص بالتحديد يعني بيكون في بعض السياسات اللي بيكون بيطبقها واللي من شانها ان هي بيكون في تنافسيه بين الشركات وبعض، علشان في الاخر المفروض لو في تنافسيه بشكل شريف او بشكل يعني منطقي وممنهج يكون في الاخر المستهلك او المواطن الطبيعي هو يكون بيحصل على اكبر قدر من المنافع يعني. طبعا في ظل ان يعني في الفتره اللي فاتت يعني ما كانش في ضوابط بتحكم هذا الموضوع بشكل يعني جذري يعني، فابتدى دكتور مصطفى مدبولي يعني ان هو يكون بيحط سياسات للمنافسه والحياد التنافسي بشكل اكبر يعني، ونسلط الضوء على الملف ده. كل الكلام ده المفروض ان هو في الاخر هيصب زي ما قلنا في الاخر ان يخلي المستهلك يكون بيحصل على اكبر قدر من المنافع، ويقلل او يكون بيعمل زي تحقيق كده او تنظيم لفكره السياسات الاحتكاريه، بدل ما يكون في مثلا مكان واحد او شركه واحده بتكون بتحتكر السوق بشكل او باخر يكون في تنظيم لهذه السياسات. طبعا الخبر ده في الاساس هو خبر بيكون يعني نقدر نبني عليه بعد كده، يعني نقدر نبني عليه لفكره ان احنا نروح لمصر 2030 اللي هي فكره التنميه المستدامه اللي برضو من شانها التنميه المستدامه في المجال الاقتصادي. اكتشاف مهم النهاردة بتعلن عنه وزارة السياحة والأثار، والحقيقة أن طول الوقت سقارة دايما بنكتشف فيها أثار مختلفة، وطول الوقت البعثات مستمرة في العمل، وطول الوقت يعني أرض مصر لسه مليانة بالأثار. النهاردة بتعلن البعثة المصرية أن هي نجحت اللي بتشتغل تحديدا في منطقة البوباستيون أو الحيوانات المقدسة. المنطقة دي كان فيها بعثة بتشتغل بقالها فترة علشان توصل لاكتشافات أثرية جديدة. خلينا نقول لحضراتكم أن بالفعل نجحوا أن هم يكتشفوا 150 تمثال كانوا في خبيئة، تماثيل بقى من البرونز لمعبودات مصرية قديمة، آلهة مصرية زي أنوبيس وأمون مين وأوزير وإيزيس، فنتكلم في تماثيل قيمة جدا. كمان اكتشفوا مجموعة جديدة من أبار الدفن، والأبار دي كان جواها 250 تابوت. احنا مع حضراتكم دلوقتي شايفين الصور اللي يعني تم النهاردة عرضها للتوابيت. احنا شايفين دي اثار يا جماعة بقالها اكتر يعني الاف السنين. الواحد لما بيسيب كده شقة مقفولة ولا حاجة يا مايكل بيلاقي ان الشقة اتبهدلت وتراب ملا الدنيا، وحتى الحاجات ممكن تتلف.
ما بالك بقى باثار بقى لها الاف السنين نكتشفها بالشكل اللي احنا شايفينه ده. ده حقيقي يعني. والغريب برضو يعني احنا برضو عندنا كم كبير من الاثار، يعني 150 تمثال و250 تابوت، ده عدد كبير جدا طبعا. والحقيقه يعني كل شويه احنا يعني غالبا هنفضل مئات السنين كمان، او يعني مش عايز اقول يعني الاف السنين، بس هنفضل فتره كبيره جدا نقعد كل شويه نكتشف الاثار بتاعه القدماء المصريين من مختلف العصور، من مختلف يعني العصور يعني او المملوك اللي مرت على الاسره المصريه القديمه. فصراحه يعني عندنا اكتشافات كتيره جدا، واحنا انا شايف ان ده حاجه بقى احنا المفروض نكون بنستخدمها بشكل او باخر في الترويج او في استخدامات السياحه المختلفه يعني، او ان احنا يعني نقول او نبتدي نرسم خريطه سياحيه جديده تكون قايمه على فكره بس الاستكشافات الاثريه. يعني احنا لو مسكنا ملف زي الاستكشافات في حد ذاته وابتدينا ان احنا نركز عليه، وابتدينا ان احنا نعمل يعني متخيل مثلا لو عملنا ليه افلام وثائقيه، زي مثلا كان في افلام وثائقيه بتتكلم مثلا على سقاره مثلا، لو ابتدينا ان احنا نروج ليه بشكل او باخر في افلامنا الجديده، لو ابتدينا ان احنا حتى نكتب حتى عليه يعني مقالات حتى وننشرها على النت ونخليها هي دي الترندات الجديده، انا شايف ان دي حاجه من الحاجات الاساسيه والمهمه جدا بشكل كبير جدا في مجتمعنا المصري، واللي احنا ممكن فعلا تقوم بس لوحدها فكره السياحه، لان احنا فكره السياحه عندنا في مصر على فكره ما بقتش معتمده على اهرامات وبالهول. صحيح يعني عندنا اكتر من كده بكتير طبعا، هم بالزبط. يعني معالم مهمه جدا بالزبط. لكن برضو عندنا حاجات كتيره لا تقل اهميه بالظبط. اصلا يعني حتى الاهرامات وبالهول يعني طبعا رغم اهميتهم يعني ورغم ان هم موجودين واحنا عارفينهم بقالنا فتره كبيره، لما ابتدينا بس نركز عليها يعني معلش خلينا نقف عند الخبر ده ثانيه صغيره كده، احنا لما ابتدينا نركز في مرحله من المراحل كده على ابو الهول والاهرامات، لما ابتدينا نركز كده في مره من المرات وقلنا ان ابو الهول غمض عينيه، لما ابتدينا نركز ونقول يا جماعه شوفوا ايه اللي حصل في الاثار المصريه، الحركه الصغيره اللي احنا عملناها دي كشعب صغير كده بيننا وبين بعض فرقت بشكل كبير جدا في انعاش اصلا يعني ذاكرتنا عن القدماء المصريين وانعاش ذاكرتنا عن فكره الاثار اللي موجوده. ففي ناس كتيره ابتدت ان هي تروح على فكره لابو الهول يعني علشان بس تشوف هو كان مفتح عينيه ولا غمض عينيه. صحيح. فالموضوع كان مختلف وموضوع كان يعني احنا اللي عملناه بايدينا وكان ليه اثر كبير جدا وعمل ضجه اكبر يمكن حتى من ضجات كتير احنا بنحاول نعملها ونبين احنا عندنا ايه. لما نيجي دلوقتي نشوف ان في خبر بيتكلم على اكتشافات اثريه، اصل مفيش دوله في العالم تلاقي عندها اكتشافات اثريه بالحد ده، يعني مفيش دوله في العالم تيجي تلاقي مثلا فيها 150 تمثال و250 تابوت فجاه كده نكتشفهم يعني. يعني هتلاقي الكلام ده موجود بس في مصر. فلما نيجي احنا نكتشف اثار زي ما هو باين قدامكم كده في الصوره، الكلام ده اكتشافات حديثه لسه جديده في مصر عندنا، فطبعا احنا محتاجين نستغل الموضوع ده يعني باحسن الطرق علشان هو ده اللي ممكن فعلا نبني عليه سياحه جديده، نوع جديد من السياحه اسمه بس السياحه استكشافيه مش اكتر. خلينا نقول كمان ان من الحاجات اللي تم اكتشافها النهارده في تابوت لقوا برديه، وهي حاليا راحت المتحف المصري عشان يتم يعني تحليلها وقراءه المكتوب عليها، ويعني بيعتقدوا ان البرديه دي من كتاب الموتى. ففي حد ذاته نعتقد دي اكتشاف لوحده، اكتشاف جدا لو احنا جدا فعلا طبعا. وصلنا لبرديه من كتاب الموتى، فاعتقد ان ده هيكون اكتشاف يعني ذو قيمه مختلفه في المره دي. هي يعني حقيقة أنا حابب بس أشكر البعثة الأثرية اللي هو أكيد بقى لهم فترة كبيرة جدا يعني من الزمن بيحاولوا إن هم يدوروا أو إن هم يكتشفوا يعني هذه المقابر والتماثيل، فشكرا جدا ليهم يعني. طبعا بنوجه ليهم الشكر زي ما قلت يا مايكل على المجهود الكبير اللي بتقوم بيه البعثات المصريه المختلفه في مختلف الاماكن على يعني مختلف انحاء مصر، واحنا يعني في انتظار مزيد من الاكتشافات عشان زي ما قلنا يعني ارض مصر لسه مليانه كتير. مجلس الشيوخ زي ما احنا قلنا كده بيوافق على اسم تغيير صندوق ذوي الاعاقه لقدرهم باختلاف. زي ما كنا في الانترو كده احنا غيرنا اسم صندوق ذوي الاعاقه لاسم جديد يكون بيلائم مش بيلائم الفكره الاساسيه بتاعت ان احنا بس نغير اسم وخلاص، لا احنا عايزين نغير حاله اجتماعيه، حاله تكون موجوده بشكل يكون في ناس دي بتشارك فيه بصوره احسن. التغيير ده يعني بقى له فتره طويله، يعني بقى له من سنه 2020 احنا بنحاول ان احنا نغير في الاسم دوت او بنحاول ان احنا نعدل فيه، ولغايه دلوقتي الاسم جه بالشكل ده وهو صراحه اسم ايجابي جدا. يعني نيجي نشوف اي اسم دلوقتي موجود على الساحه من القضايا المصريه فنلاقي مثلا مصر مثلا تستطيع، فنلاقي مثلا عندنا مصر تستطيع بالصناعه. صحيح. هنلاقي مثلا لما نيجي نغير مثلا ذوي الاعاقه احنا عايزين نقول ان احنا قدرهم باختلاف. فدايما الاسماء الصراحه هي مش مجرد اسماء، هي احنا عايزين نبص الاسماء دي ببعد اكبر شويه، الاسماء هي بتعبر عن توجه الفتره الجايه ممكن نكون قادرين نعمل فيه. فكره قدرهم باختلاف ممكن تاخدنا في كونسبت يعني او مفهوم جديد مختلف، ان احنا الفتره الجايه نشوف الملف ده بيخدم مثلا أنشطة مثلا أو بيخدم مجالات صناعة مختلفة أو بيخدم مجالات عمل مختلفة خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، وده يعني
اللي المفروض يكون اسم الصندوق بيعبر عنه، اللي هو اسم الصندوق هيكون بيعبر عن احنا ناويين نعمل معهم ايه. فطبعا الاسم ده ممكن بقى ناخده في سكه كتير جدا، يعني ممكن يكون هيتكلم على فكره المسابقات مثلا والدوريات الرياضيه اللي ممكن تكون بتقام، بس على حته بس ان احنا قادرون باختلاف. فصراحه تغيير اسم فتح لنا ابواب كتير جدا للاستكشاف، فتح لنا ابواب كتير جدا ان احنا ناخد الملف ده ونتناوله من كذا جانب، مش بس الجانب الاستثماري، لا ممكن كمان من الجانب اللي ليه علاقه بالرياضة، ممكن من الجانب اللي ليه علاقة بالتطوير والتعليم، في جوانب كتير جدا ممكن يكون بس بيفتح لنا، أو ممكن بس نكون بنبتديها بإن احنا نغير بس الاسم من زاوية إعاقة لقادرون باختلاف. وزي ما قلنا في بداية الحلقة ده كان سؤال حلقتنا حبينا نعرف رأي الناس فيه، فخلينا نقرأ بعض من تعليقات المشاهدين. معانا سمير دميان بيقول تغيير الاسم مش مشكلة، لكن الأهم الإنجاز في المهام. كل تأكيد احنا بنأيدك في الرأي، مش مسميات، لكن زي ما قلنا الاسم في حد ذاته بيبعث رسائل وبيرسخ أفكار وإن كان بطريقة غير مباشرة. فبكل تأكيد احنا في انتظار ان يكون في كمان إنجازات إلى جانب تغيير الأسماء. برضو ماجدلينا بتقول نفس الكلام، المهم الخدمات اللي بيقدمها الصندوق. وطبعا عندنا مختلف المشاهدين بيقولوا لنا مساء الخير جانت غبريال وسمير دميان، مساء النور عليكم جميعا، وفي انتظار مزيد من تعليقات حضراتكم ويعني إجاباتكم على سؤال الحلقة. وبكده نكون وصلنا لختام فقرة الأخبار. بعد الفاصل عندنا فقرة الحقيقة مميزة جدا مع فنان تشكيلي كبير ومهم، إبداعاته وفنه لا يتوقف. هنتكلم النهاردة عن قصة افتتاح معرض مؤخر تم افتتاحه أمس. الفنان التشكيلي الكبير هيكون معانا الدكتور محمد عبلة بعد الفاصل، وحوار مهم جدا عن الفن التشكيلي وعن المعرض اللي قام بيه. بعد الفاصل استنونا.